والله ماشي البسكره، والله باش نمشي اليومين وان شاء الله نمشي الطريق، وان شاء الله ما انت عندي صحابي غادي باش نمشي نعمل نهارين حتى نهار الجمعه ان شاء الله، وربي يوفق الجميع ان شاء الله. صدقني تو باش نمشي ناكل الدباره تو في بسكره، وهنا معناتها ما شاء الله الماكله الجزائريه نموت عليها انا، وفما طباخ، فما برشا طباخ باين بالجزائر، فما زفيتي، فما دبارة، فما شخشوخة، الموت على الحار، ما لقيتش الحار اليوم، شكل الحار ان شاء الله يا خويا، وان شاء الله ديما فرحانين تونس الجزائر خوا خوا، ومدخل حتى واحد من بيناتنا رانا ان شاء الله. وراح تولي بعد من بالسكرة باش تتابع نهار نهار الجمعة، نهار نهار هذا اليوم. وجهي مبروك على جي اس كي ان شاء الله، السي ار بي مع الزمالك المصري، وان شاء الله معناتها كلمة من هنا جمهور السي ار بي يكونوا بقوة، لأن الزمالك راهي تلعب على الانتيريور. الله غالب اليوم من الجازون نداية معناتها المديرية ولا اللفاف، معناتها استاد 5 جويي معناتها الجازون اليوم تعبان ياسر، وان شاء الله في اقرب وقت يعملوا له الصيانة نتاعو، معناتها كي تشوف ملعب عنابة وبراقي من حقهم، معناتها الاكيبات الجزائرية معناتها اللي يمثلوا هنا الجزائر من حقهم باش يلعبوا في براقي ويلعبوا في وهران ويلعبوا في عنابة، لأنه الجزائر راهي نتاع الناس كل نتاع حاجة تمثل الجزائر من الكيبات من حقهم يدعموهم. وإن شاء الله معناتها سي رئيس الفاب سي رشيد الزفزاف معناتها إن شاء الله نصور أنا كان يلعبوا في براقي خير من 5 جوي، لخاطر الجازون تاع برشا اليوم. والله صحيح أنا حبيت كلمة بركة من على القناة نتاعكم، معناتها هذه نحب نوصل معلومة للجمهور الجزائري، معناتها راهي كيف تلعب السي ار بي ولا بلوزداد ولا الياسما ولا جي اس كا، معناتها راهي الجزائر تلعب عندي انا، راهي الجزائر راه ضربوا بركه بتاع الجزائر. هو اليوم معناتها شرفت القبائل ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله نهار الجمعه السي ار بي، وكلمه من هنا سيدي السي ار بي ان شاء الله الجمهور السي ار بي يكون حاضر كما اليوم عجبني الجمهور جي اس كا، متبارك الله عليهم، ان شاء الله جمهور السي ار بي معناتها نهار الجمعه، خاطر ماتش صعيب مع الزمالك المصري، والزمالك حاشتها بالماتش من 3 بوان، واللي باش يربح راه باش يرشح حد دوزيام تور مع الترجي. ندايه من هنا من القناه هذيا ان شاء الله معناتها السي ار بي يكونوا معناتها يرجعوا للجوارات نتاعهم، ومعناتها موفرين لهم كل شيء السي ار بي، معناتها الجوارات تخلص على راسهم، معناتها ديديكاس ونحيي سي شرف الدين عماره وسي مهدي البريزيدون، معناتها قايمين بالواجب، وان شاء الله السي ار بي زي تنورنا كما جي اس كا، ونفرحوا الجزائر كامله ان شاء الله يا رب. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.